بقرا فلا تستطيع ان تنفعه. فالفكره بتاع العالم العربي والاسلامي خاصه صعوبه المؤسسات هذه بعد الثوره، لانه شعرنا انه هذه القيم من العفه وهذه القيم من الستر وعدم الالحاح اصبحت غير موجوده في الناس. وبقدر معنى نقول لكم على حاجه مهمه، اكثر الناس اللي جاوا حسبتوا لهم الزكاه في الجمعيه قال لك اخويا شوفوا كيفاش انا نعطيهم الاموال هذه. ليش؟ الا كان هو باش يجي قدام معنى شريكته ولا قدام المؤسسه نتاعو باش يقول واش نعطي الزكاه، ما عادش يخدم راه. ولذلك هو مش مستعد باش يفتح يتبرع بالزكاه انطلاق من شخص، ماذا به جهه معينه تاخذ هذه الاموال وتتكفل بتوزيعها. فهناك معناها المشاكل نتاعنا الكل في العالم الاسلامي لا ترجع الى المؤسسات او فقدان المؤسسات، وانما ترجع اساسا الى العقليه، عقليه الناس في الاداره والإدارة. ثم نعطيه احنا المدير العام مصالح اكثر ولا ما نعطيهش؟ مش هذا المشكل. لماذا؟ لان رينا احنا جمهوريات حددت الصلاحيات نتاع رئيس الدوله، ولكن لقينا بعد ان رئيس الدوله معناه تغول في المجتمع واعطى صلاحيات الرؤساء كانوا في مستوى اقل من الصلاحيات، كانوا ضعاف. اما تلقى مش تلقى رئيس اضعف من المسؤوليات ومن الصلاحيات ولا اقوى من الصلاحيات والمسؤوليات. وهذا نرجع اساسا الى ان الناس الا يتقدموا في المناصب الاولى في الدوله يلزم الافراد يعرفوا يختاروا الناس اللي باش يحكموهم، يعرفوا يختاروا الناس اللي يسيروهم. وهذه ثقافه لا تتكون الا بقوه المجتمع المدني وتحضير المجتمع المدني لهذه المؤسسات ولهذه المسؤوليات المختلفه. وعفوا الله يعطيك سي هشام.